الله كيف يعقل يا أيها المسؤولين والمسؤولين والمسؤولين وايت الطالب واش هاد الشعب هاد الله ومرضنا قال الله ينعم انا ديال الوقت وعاونوا هاد السيدة هادي راه مريضة عباد الله عاونوا هاد السيدة مريضة والدرية مريضة عباد الله السلام عليكم. بدا اول حاجه قبل من شيء كنشكر بعدا هذه الصحافه ديال الاشواق كما جات للطرح حتى هي وكنشكر الاخ حسام كصحفي حتى هو كنشكر الاخ نزار اللي حتى هو كان سبب وكنشكر طارق كفاعل جمعوي وكنشكر السيد الوزير الصحه والحاجه وفاء من فاس وكنشكر ابتسام من المانيا يعني هادو كاملين كانوا كسبب والمحامي فيصل ما نساوهش حيت هو كان سبب باش دعاء جاي دارت الكاما. المهم اخويا نعاود لك التفاصيل من الاول. دعاء يعني كانت كتقرا شويه نقاطعنا لها الدراسه ديالها بسبب الحكم العين ديالها بدات كتصغر وكانت حاشاك ديما التقيا الاسهال صافي دينا دوزنا لا تيقولنا غير سخانه. المهم العين ديالها ديما كتصغر صافي مشينا دوزنا ليها وهذه في السبيطار ديال الغابه اللي قريب لينا الاقليم ديال القنيطره. المهم عطاونا السكانر حتى شهر 4 المهم هي هذيك اخويا صافي هزينا البنيته صافي مينا ما نتلوحوا من طبيب لطبيب حتى شي واحد ما عطانا الخبر ديالها. مشينا اخويا لهذا مشينا السبيطار ديال الحومه اللي قريب لينا عطاونا الوريقه ديال الدعاء باش عمرونا للسويسي طبعناها في السبيطار ديال الغابه. مشينا للسويسي اخاي داروا لها السكانر لي ريم قاموا بالواجب ديالهم صافي يعني صدموا الوالده ديالي قالوا لها بان بنتك عندها ورم خصها دير عمليه. المهم اخويا من شهر 11 نقاطعت الدراسه ديالها اللي حتى لشهر 3 عيطوا لينا دخلوا عشان شي ناس وهادي صافي عيطوا لنا بان البنت خصها تنعس. نعسات اخويا تقريبا 20 يوم في السويسي في نص ديال رمضان عاوتاني عاد خرجات قالنا ما يمكنش لنا ندير العمليه لا درناها ليها غير جا نزيف داخلي البنت غتموت. المهم عطاونا اخويا الورقه ديال الخروج عطاونا الورقه ديال الفونداسيو حسن دوه هاد الكلينيك هذا. مشى الواد كيسقسي الثمن ديال هاد العمليه شحال كدير لقاها كدير 8 مليون و29 الف. المهم هذيك الدار تصدموا مشينا خويا رمضان كامل داز علينا كنجرو في الجمعيات دقينا كاع البيبان صافي هي هذيك اختارينا نديرو بحال هكا الاعلانات باش الناس تعاون مع دعاء. الحمد لله تلاقينا بالفاعل الجمعوي طارق من سيدي الطيبي كان دار الفيديو الاول ديالو تلاقى بالاخ حسام جات هو دار الفيديو ديالو صافي حسام هضر مع نزار كان سبب حتى هو بنزار اول مره يعني للاشاره نبغيوك توضح لنا شكون هو نزار بالضبط. نزار سبيتي مهم هو حتى هو معروف في المواقع التواصل الاجتماعي. اذا نزار سبيتي خلق جدل في مواقع التواصل الاجتماعي. المهم هاد نزار اني باش جابو حسام كان خرج من الحبس ديال مكناس حسام فكر قال لي بان هاد البنت خصنا يعني توصل لقمه العالم باش الناس تعاون معاه وهادي جا نزار دار اللايف ديالو كان واحد التفاعل ما بين الناس والمحسنين الحمد لله على كل حال. المهم داروا اللايف الاول الثاني الثالث الحمد لله كان شويه ديال التفاعل. ما نكروش الخير ديال هذا فيصل محامي ديال هيئه الرباط هو اللي تدخل يعني كي كنقول هما كانوا سبب ولكن الحمد لله ربي فرج. المهم كان ديما كيكون حاضر معنا فيصل هز الفيديو هذيك النهار صيفطو لابتسام بالليل. المهم صيفطو اخويا لابتسام ابتسام ما تاخراتش كيف قالت هي قالت لي دعاء على راسي وعينيا هزاته صيفطاتو للحاجه وفاء رئيسها من فاس كنبغي نشكرها والله يشافيها مسكينه مريضه حتى هي ما تبخلاتش عليها كي كنقولوا
مشات هزات لا فيديو ديال دعاء صيفطات وزير الصحه. وزير الصحه كما قال يعني الفيديو هو ما شافوش وقال لي مكون شفته كنت غادي نعتقل بنيته وكنت هادي. ودعاء على راسي وعينيا كبنت الشعب وكأنا وزير غادي نقوم بالواجب وما نخليش هاد بنت الشعب بحال بنتي تضيع. والحمد لله داروا قاموا بالواجب ديالهم صونا ولينا قالوا لنا غتجمعوا الوريقات ديالكم غتبطوا وزاره الصحه. مشيت انا والام ديالي دخلنا عند وصلنا للاستقبال استقبلونا استقبال زويون ما نكذبوش على الله. هي هذيك دخلنا عند الكاتبه ديال الوزير استقبلتنا واحد الاستقبال ما نقولش لك قالت لنا مرحبا ودعاء على الراس والعين وكبنت الشعب وهادي وغتكون بخير وما تخافوش. مهم هي هذيك مشينا صافي باش قاموا بالاجراءات ديالها ودارت العمليه والحمد لله كيبقى الفضل الله عز وجل. وكنبغي نشكر الوزير ايتش طالب خالد ايتش طالب وزير الصحه والحاجه وفاء من فاس وابتسام من المانيا والسي فيصل المحامي والاخ حسام كصحفي وطارق كفاعل جمعوي. وكنشكر محامي هو اللي كان حتى هو تدخل مسكين. وشكرا لكم شكرا كاع لجميع الناس داخل خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن كاملين كانوا كيدعوا مع دعاء. وكنبغي نشكركم كاملين. دعاء هي باقا فيها السخانه وشويه الدخان ولكن كنقولوا الاطباء غير مع البنج وهذه والحمد لله ما كاين شي حاجه يعني البنج وهذه كنتمنوا لها الشفاء العاجل في اقرب وقت يا ربي. كنتمنى وصراحه كي كنقول لك الفرحه دخلوها الام ديالي كنتمنى الله يعاوجك يعاوجك شدها الدوخه واش ولات الحاله ديالها دابا؟ دابا كتشدها الدوخه. مهم والبارح والبارح كتنعس وكتفيق بحال اللي كتنسى كتقول لينا شكون نتوما كل ساعه كتقول لنا شكون نتوما والحريق. دابا لا فقط غير شويه جلست كتجي الدوخه وكتقول بغيت نعس والحمد لله الحمد لله على كل حال. تقدري توضحي لنا كيفاش تمت العمليه بالضبط على مستوى الراس ديالها؟ جات في اتجاه الشمال جيت العين ديالها في الشمال. العمليه تغرقت ساعتين وقيله تقريبا شي 4 سوايع كانوا قالوا لنا ساعتين. ومع بالرغم ما فاقتش وهذه بقات يعني دخلت مع 12 وما خرجت حتى 4 يعني هما كانوا قالوا لنا غير ساعتين ولكن الحمد لله على كل حال مع كانت حاشا كتقيه البنج وهذه والحمد لله. فاش خرجت مسكينه شدها الحريق بقات كتغوت الحمد لله على كل حال. لا كانت اشعه ديال الليزر ولكن كانوا واحد لي باري بحال هكا كانوا كيدكوا يعني من قلناها الماجوره هذوك الكاس كيقولوا لهما ولكن في هذوك لي باري باش كيشدوا هذاك البار ديال هذاك. وشنو المستجد بخصوص العين ديالها؟ الاحتمال نتمنوا من الله عز وجل تشوف يعني ما عطيناش هما الامال يعني بنات يعني قال لكم يعني داك الورم يعني من تحرقوا هذه نتمنوا الله ما عرفنا الخير فاش كاين. حنا كنتمنوا لها الشفاء وصافي. دابا حاليا ما بقى ما كتشوفش والعين ديالها راه صغيره رجعت يعني صغرت كما كانت في الاول وحمرت ليها وانما تقدر تشوف فيها مع المد الكونترول الاول الثاني. كيفاش؟ ترجع لوبيتال ترجع لاكلينيك ماشي سبيطار راسها تبقى متبعه في هذاك لاكلينيك بريفي اللي دارت فيه العمليه تبقى تما تخلصني انت الفلوس كل شهر وتقعد كل شهر دير قالك لي ريم باش يعرفوا واش هذاك الورم تحرق ولا باقي ولا فين وصل. وعاد يمكن لينا نشوفوا العين ديالها يعني نحدوا المرض ديال الراس ديالها عاد نشوفوا العين ديالها. نتمنوا لها الشفاء ليها ولجميع الامه الاسلاميه يا ربي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.